يا للمسكينة، حتى والدتها تتنمر عليها. شاهدوا ما الذي حدث مع سائق تلك السيارة. لحسن الحظ عثر عليه وتم إنقاذه. فكرة ذكية لتجاوز النهر، ولكن لياقتك البدنية لم تساعد. هل سبق أن رأيتم كلباً فناناً؟ لص يستولي على سيارة تسلا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. تمكنت الشرطة من تحديد موقع السيارة وتأكدوا من وجود اللص بداخلها، ومع ذلك رفض اللص الاستسلام وقام بإغلاق السيارة، واضطرت الشرطة بعد جهود مضنية إلى كسر زجاج السيارة واعتقال اللص. هذا عندما يلتقي مغناطيسان لهم قوة جذب كبيرة جدا. يبدو أن هذا الكلب مكتئب ولم يعجبه طبق طعامه، ويقوم الكلب الآخر بالتعاطف معه والعطف عليه ومشاركته وجبته. أنصحكم بتجربة هذه اللعبة، إنها محمسة ومشوقة للغاية. آمل ألا تثقوا بأي شيء زيادة عن اللازم حتى لا تنصدموا في النهاية. للوهلة الأولى عندما ترى هذا الرجل ستعتقد أنه يقوم برسم لوحة لمنظر طبيعي، ولكن في الحقيقة هو بداخل المنظر الطبيعي. أغبى زوجين من الممكن أن تراهم في حياتك. ما رأيك بهذه المفاجأة أيها الشاب؟ ما أجمل هذه الزهرة، طريقة نموها أمر مذهل للغاية. حقيبة وفي نفس الوقت مسدس، ربما أحتاجها.
بينما كان كل شيء يسير على ما يرام، تلقى سائق تلك الدراجة ضربة من حيث لا يحتسب. راقبوا كيف يتحول لون الموز من الأصفر إلى الأسود المتعفن بعد مرور عدة أيام عليه دون أكله. راقبوا رد فعل هذا الطفل على الهدية الرائعة التي جلبها له والده في عيد ميلاده. Benson. Let's go look at it. See? تتسلق هذه الدببة الصغيرة الشجرة ببراعة. إنه الحب يا سادة. يا لك من رجل وقح. من الواضح أن هذا الطيار مستمتع للغاية بالمناظر الطبيعية الخلابة، وكأن الطريق ملكه أو فرداً من مجموعة قطاع طرق تهدد بالسلاح. يحاولون عمل مقلب مضحك بصديقهم النائم، ولكن الجميل في الأمر أنه لم يلاحظ المقلب واستمر بنومه العميق. وكأن لهذه السيارة ثأر مع تلك السيارة الحمراء وتريد الانتقام منها، نظرا لذهابها إليها مسرعة والاصطدام بها فجأة. والآن يا أصدقائي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إن أعجبكم لا تنسوا أن تضغطوا الآن على زر الإعجاب واشتركوا معنا في القناة لكي يصلكم منا كل ما هو جديد وممتع. حسنا اشترك الآن لا تنسى. مع السلامة.